حصة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال فيما ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فهذه ساعة لا مفر منها ولا مهرب منها مهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فإنه حتما سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ينادي ربنا سبحانه وتعالى علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. وإننا في هذا المصاب نغبط على قلوب حضراتكم بما ربط الله سبحانه وتعالى به على قلوب عباده المبتلين، فقال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ونربط على قلوبكم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم نبشركم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، في رواية وقاه الله عذاب القبر. ولا تظنن أن الصلة قد انقطعت بينك وبين من فقدت من حبيب أو عزيز، إذ برحمة الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جعل لنا ربنا بابا نتواصل به مع من فقدنا، ألا وهو باب الدعاء. وذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ونحن ولله الحمد في يوم جمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وأكثر أهل العلم على أنها الساعة التي تكون بين صلاة العصر وصلاة المغرب. هيا بنا ندعو ونرجو الله سبحانه وتعالى بقلب صادق خاشع على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعوة. ولعلك عبد الله تخلص له في الدعاء في هذه الساعة، فيجعل الله من يخلص لك في الدعاء وأنت في مثل هذا الموطن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، عافه يا ربنا واعف عنه. اللهم وأبدي مدارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل يا ربنا قبره حفرة من حفر النار، اللهم اجعل قبره نورا، عن يمينه نورا، عن شماله نورا،
فوقه ومن تحته يا ربنا نورا. اللهم اجعل له القرآن في قبره مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط هاديا ونصيرا. اللهم اجعل القرآن قائده إلى الجنة واجعل اللهم بالقرآن نجاته من النار. اللهم وأطعمه من طعام أهل الجنة واسقه يا ربنا من شراب أهل الجنة وألبسه يا ربنا من لباس أهل الجنة واسقه يا ربنا من يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فيه الصيام وشفع فيه القيام وشفع فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به أكرم يا ربنا ضيافته. اللهم وأكرم ضيافته وآنس وحشته واجعل هذه الساعة عليه ساعة برد وسلام. اللهم واجعل هذه الساعة عليه ساعة برد وسلام. اللهم وثبته عند السؤال اللهم وثبته عند السؤال لقنه يا ربنا حجته وارزقه يا ربنا التوفيق والقبول فيها واجعله يا ربنا يقول بلسان طلق ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما سترته في الدنيا فاستره يا ربنا في الآخرة. اللهم استره يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض واستره يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضح بين خلقك ولا بين يديك. اللهم وأدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب ومتعه يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنه قد نزل بك في خير الأيام ونزل بك في يوم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وأكرم نزله ببركة الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عامله يا ربنا بما أنت أهله فإنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان وألهمهم يا ربنا الرضا بقضائك وقدرك فيهم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع موتانا وموتى المسلمين وتقبل منا يا ربنا له الدعاء. اللهم وتقبل منا له الدعاء واجعله يا ربنا رفعة له في الدرجات ببركة ولفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
خلاص يلا يا ابني، هو بس ديزاين يلا يلا.